يسعد مساكم متابعين العالم سوريا، ساعة دامسكو ابتدت معكم لليوم. دائما احنا بنحاول ان تكون ساعة من الحب، من الطاقة الإيجابية، من الأمل والتفاؤل. كيف ما كانت ظروفنا لازم نكون أقوى منا ونتسلح بالأمل. وشو رأيك مجدولين؟ إن شاء الله يا رب يا رب يكون هذا الشيء عم نقدر نحققه خلال حلقة دامسكو. ومبسوطة انك اليوم شريكتي بالحلقة صبا، ومبسوطة انه نحن معكم مشاهدينا ضمن البرنامج. وإن شاء الله يا رب مثل ما قالت صبا تكون أيامنا بهداوة البال، بالنعمة يلي نحن ممكن نحس بقيمتها بدون ما نفقدها. معلش خلونا نطلع عليها من ناحية انه الحمد لله انه يومنا عم يمرق عادي، الحمد لله انه عم يمرق عادي، ما عم يمرق فيه اي مشاكل او مصيبة. اما هلا خلونا نحن وياكم نروح للعناوين لحتى نعرف شو مضمون حلقتنا لليوم. عطاء التطوعي يقدم مبادرة رح ننجح لطلاب المدارس. هل يدخل التنويم الإيحائي بإطار العلاج النفسي؟ شابة بتفتتح مشروع لولي هاند ميد بأدوات بسيطة. خلل الهرمونات عند النساء آثاره وأعراضه. كتير حلو انه ساعة دامسكو تبدا مع الاثار يلي بترجعنا لتاريخنا. واليوم بدايتنا مجدولين حتكون مع مدينه فيها اثار قديمه كتير، بترجع لعصور قديمه من العصر الحجري الاول. وطبعا حنروح نحن والمشاهدين الى اكبر مدن جبل العرب، محافظه السويداء الشامخه. نتابع. هلا بدنا نحكي عن مجموعة من المتطوعين يلي قاموا بمبادرة. الهدف منها طبعا وهن من مختلف الاختصاصات والأعمار انهم يوعوا الشباب تجاه العمل التطوعي، تجاه المسؤولية الاجتماعية، ويغرسوا عندهم حس المبادرة. وقديش حلو نشوف مجموعة شباب كبيرة من سوريا عم تهتم بانها تسلط الضوء مو بس على تعبها، كمان على تعب المجموعات التطوعية الأخرى يلي عم تشتغل ويكون لها أثرها على أرض الواقع. وأيضا كانوا هن صلة الوصل ما بين المجتمعات الأهلية وغيرها من الجهات اللي ممكن تساهم وتساعد بهذا العمل وتنمية المجتمع السوري على حد سواء. حنتعرف أكثر على فريق عطاء من خلال هالفيديو. هلا حنحكي اكثر عن مبادرات ونشاطات فريق عطاء، وحيكون معنا مدير الفريق. بنرحب فيه باستديو دامسكو الاستاذ هاني العسلي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك هاني. يا هلا. اول شيء حابين نعرف اكثر عن فريق عطاء، مين هو لكل الاشخاص اللي عم يتابعونا واول مره بيعرفوا او حابين يتعرفوا اكثر على عطاء؟
فريق عطاء تطوعي هو مجموعة من الشباب والصبايا، كنا أصدقاء يعني أول شيء، بدنا نعمل شيء، صرنا نشارك بمبادرات ثانية، لأنه ما كان في حتى ما كان اسمه فريق عطاء، كان اسمه مثلا أول ما بلشنا فريق رمادي وأسود، تمام بصراحة، لأنه نحن لبسنا رمادي وأسود ونزلنا صرنا نشارك مع مبادرات ثانية مثل خسس جوع، مثل ساعد، مثل كلياتهم صرنا نساعدهم ونطبخ معهم ونشارك معهم. بعدين صار بدنا نشتغل كأشخاص حبوا الفكرة وصرنا نشتغل بين بعض يعني بين حالنا، فصرنا نسمي حالنا، كان بعدين هي برمضان، كان بعدها في عطاء العيد، فسمينا حالنا عطاء العيد انه نحن عم نعطي شيء. فبعد عطاء العيد انه نحن مستمرين، وقرروا يستمروا وحبوا الفكره وحبينا الفكره، هدول طلعت صبيه من احدى الصبايا انه نحن نسوي لوجو ونطلع بفريق، سمينا عطاء تطوعي مشان ما نختص لا عيد ولا رمضان ولا هيك. تمام بس يعني اسم على مسمى خلينا نقول. لهيك نحن حابين نعرف عن اهم النشاطات يلي عم يشتغل فيها فريق عطاء. عطاء كان من 2016 اخترتوا التاريخ الذهبي كمان. لا يعني هو اول نشاط نزلنا فيه هو 16/6/2016 يعني. حزيب. هو صدفه كل الامور جمعت بعضها. ايه كنا اول شيء عملنا مثل ما عملنا شارك مع فعاليات باخر 2016 تم احتضان الفريق من قبل مؤسسه الاعمال السوري تمام الاس اي بي سي تمام، مشكورين كثير، ضلينا معهم تقريبا سنتين ونص. وبعدين انتقلنا احتضنتنا الدكتوره راما زريق سفيره النوايا الحسنه للطفوله، طبعا كل التحيه لها. اكيد التحيه تمام. بلشنا بفعاليات متنوعه، كانت اهمها اول ما بلشنا نفرح سوا، هي عباره عن بابا نويل والعيد الميلاد، كنا 7 ايام نستهدف فيها اطفال ايتام، حالات خاصه، سرطان، صم وبكم، يعني كانت مختلفة. بعدين انتقلنا صرنا نوعي العالم على سرطان الثدي تمام، آن الأوان. انتقلت هي كانت على بمناسبة عيد الأم تمام. بعدين انتقلنا صرنا ماراثون أنتي الحياة، صار كمان هذا بشهر سرطان. بعدين طلعنا ب هو نحن بنعتبرها كانت هي أهم خطوة لنا وأهم فعالية، هي عرض الأزياء. تمام. عرض الازياء لاطفال الداون، وكانت اول مره بتصير بسوريا فعلا كان حدث عظيم جدا. تمام. كان السنه الماضيه للاسف بهاي السنه ما قدرنا نعيده ولا نساوي ظروف حكمت فينا، ان شاء الله لقدام باذن الله بتقدروا تعملوا نشاط اكثر. الاجمل من هيك صرنا تقريبا تطور الفريق وانتقل من دمشق لحمص. حلو. وصار له تقريبا سنة وثلاث شهور تقريبا بحمص. هالشيء كثير عظيم انه اغلب الفرق التطوعيه منتشره بدمشق، فباقي المحافظات دائما بيقولوا انه ليش ما بتنتقل هالاعمال لسه لما تبقى من المحافظات، فشكرا لكم انكم انتقلتوا كمان. هلا بصراحه مو انا اللي انتقلت ولا نحن اللي انتقلنا، اسستوا فريق هنيك. الصبايا وشباب تواصلوا معنا تمام، انه نحن حبوا الفكره، نحن ليش ما نساوي نحن حابين يساوي فريق تمام. فانا نحن طلبت منه انه ينزلوا عنا يلتقوا فينا ويلتقوا فينا وقتها وساعدونا بعرض الازياء، في بعض منهم ساعدونا بعرض الازياء، فوقت اقترحنا عليهم انه ليش ما تكونوا جزء من فريق عطاء، وكانوا جزء من فريق عطاء، وهي دعوه لاي شخص باي محافظه حابب انه يكون جزء من فريق عطاء وحابب هذا الشيء، نحن ليش ما يكون معنا؟ انه يحكيكم ويبادر بالموضوع. تمام. ونصير بغير محافظات، ليش ما نكون طرطوس وحماه ولا هي دعوة منك لكل جهة حابة انها كمان تساهم وتساعد ضمن فريق عطاء. طبعاً. خلينا نعرف شوي عن مبادرة قمتوا فيها اللي هي فعالية أعطي ثيابك حياة جديدة. هالسنة حتكون موجودة وشو هي أصلا؟ يعني خبر الناس عنها كمان أكثر. فعالية أعطي حياتك ثياب جديدة هي كانت هي عبارة عن لم أواعي تمام، هي تكون مستهلكة من أشخاص مستعملة، بس هي نظيفة تمام، يعني ما فيها شيء، بناخدها وننظفها ونرجع منوزعها تمام. هي كانت فعالية اختصاص حمص، ما تساويت بالشام تمام الفترة الماضية، هي تساويت على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت هي بنص السنة الماضية، ورجعت انعادت على أول الشتاء تمام، يعني صيف وشتاء كانت نعملة، جمعنا اكبر قدر ممكن من الاواعي، توزعت باول مره بمناطق بحمص تمام، بقلب حمص، ثاني مره بتوجيهات من الوزاره انطلقنا لريف حمص تمام، وخدمنا يعني تقريبا مثلا مثال بقرية المسعوديه كانوا 89 عيله تمام.
قد ما خدمنا ما حيكون حنقدر نسكر الحاجة تمام، بس عن اللي عم نعمل اللي علينا كانت. الله يقويكم يا رب، الله يقويكم. بس الخير حلو، الخير يعني بس بدا اول خطوه فيه بتلاقي الناس بتصير تساعد بعضها اكثر، ونحن بحاجه المساعده يعني طريق ما بيخلص. فانتم كمان عم تشتغلوا على كثير مبادرات ثانيه، منها مبادره رح ننجح، فكيف بدنا ننجح؟ رح ننجح مع الاطفال كلياتهم اللي رح يبلشوا مدارس تمام. مبادرات بحمص والشام هي عبارة عن جمع أكبر قدر ممكن من قرطاسية وليست تبرعات مادية. اليوم رح ننجح عم تستهدف شريحة طلاب المدارس، فكان في آلية خبرتنا عليها وقت كنا عم ننسق معك، أنه في آلية معينة لجمع التبرعات لحتى يكون في أكبر كم من الأدوات المدرسية وتوزع لأكبر عدد من الأطفال على قدوم المدرسة. خبرنا عن الآلية. من بداية شهر 8 بلشنا التحضير لهذه الفعالية، كانت هي بصراحة مميزة العطاء، لأنه هي أول فعالية بتكون بحمص والشام. بالعادة يا شام بيشتغل يا حمص بيشتغل، ونحن بنساعد بعض، يا يعني بينزلوا هن يا يعني نحن. هالمرة هي الفعالية موجودة بالاثنين تمام. حددنا نقاط معينة عم نوزع، وزعنا فيها عبارة عن وزعنا عليها بوكسات تمام. من واحد الشهر بدأنا تمام. هي عبارة عن سندي موجودة بالمكاتب، يعني الاجمل من هيك ومساعده طبعا العالم، انه في مطارح مثلا بتكون بين الحارات او شيء بين المكاتب او شيء، بيجي المطعم او شيء او حتى في عندنا محل موبايلات مثلا او شيء، قال انا بحط لكم الصندوق عندي بالشارع العام، والعالم تيجي بتجيب الدفاتر واللي بتحطهم عن يعني بتتبرع فيهم بالسنة. والتبرع عبر هي الصناديق حصرا ولا في طرق ثانيه؟ هلا في طرق ثانيه مختلفه تمام. خلقنا فكرة، هي طلعت هي من 2016، نحن كانت هي من حق أولادنا أنه يتعلموا تمام. هي تحدي كان نحن جمعنا منه عن طريقه أقلام، فرجعنا هلأ خلقناها، بس هالمرة التحدي كان بين أشخاص مشاهير تمام. دعينا بعض الأشخاص وبلشت السلسلة تمشي تمام، من شخص لشخص يدعي شخص تمام، وهذول الأشخاص عم يتبرعوا تمام بالتواصل معنا، بيصور في كثير فنانين معنا مثل أنسلين دبيطار، مثل مياد حنوم، مثل علاء سركيس، في كثير اسماء معنا تمام. عم يمسكوا في فنان جيني اسبير، عم يمسكوا الموبايل بتصوروا وبينقلوا التحدي من شخص لشخص تمام. لشخص واحد ولا ممكن اكثر؟ لا اكثر، على نحن ما محددين شخص تمام. حتى في اشخاص بتقولنا انا ما بدي، مشان ما يصير احلاش، ولا حتى انه مثلا ليه ذكرت هذا وما ذكرت هذا. عم يدعي كل اصدقائه انه يتبرعوا. التبرع بيصير عن تواصل معنا، بيبعث لنا مثلا الفيديو او شيء، نحن بننشره هو بينشره تمام. وبالاضافه نحن بنبعث حدا من الفريق بيتواصل بياخذ المواد تمام. يعني دائما عمل الخير هو من الاعمال اللي بتخلي الواحد لما بيسمع فيها يتحفز تماما، بتعدي كثير انه بدي اعمل بدي اسوي. فهذا الشيء انتم كثير مشكورين عليه انكم عم تقوموا فيه. اليوم لكل الاشخاص اللي حابين انهم يتبرعوا معكم، مو بس لمبادره رح ننجح، لكل شيء اعمال انتم عم تقوموا فيها، كيف ممكن يتواصل معكم؟ هي عن طريق التليفون الموجود على صفحه الفيسبوك او عن طريق صفحه الفيسبوك او الانستغرام. والمبادرات اللي عم تحضروا لها بالفتره الجايه، يعني هلا نحن صرنا نشوف المبادرات الخيريه مع المواسم بتجي، موسم العيد وموسم رمضان وموسم المدارس وغيرها، فشو عم نحضر هلا بالفتره القادمه؟ هلا بصراحه ما في شيء محدد، لانه بظرف كورونا تمام، نحن كان في مثلا فعاليه بشهر 3 تمام التغيت تماما، بلشنا برمضان، رمضان السنه الماضيه نحن سوينا فعاليه كانت عباره للاطفال فطور ومثل فان داي او شيء تسلاقي تمام، بالاضافه سوينا 12000 سندويشه بليله القدر تمام. هذا كله التغى تمام، يعني ما فينا نحكم شو ممكن نحن نساوي بالايام الجايه حتى لنشوف شو الوضع وكيف يعني حتى القرارات الحكوميه وهدول، وحتى مساعده يعني طبعا مشكورين كل الجهات. يعني هلا مثلا رح ننجح، مشكوره وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل ومديريه التربيه ومديريه الشؤون طبعا، لانه هن اللي ساعدونا لنقدر نحن نوقف على هذا الشيء، لانه من فترة الماضيه ما كان في زون يعني لنقدر نساوي شيء، لانه بسبب الكورونا وحسب عدم التجمعات. بس واضح قد ارادتكم عاليه وقويه، انه حتى بكل هي الظروف يعني عم تبتكروا، ودائما الحلو الابتكار بعمل الخير عن جد بكبر القلب طبعا. هي الظروف هي بتخلق هذا الشيء. يعني حيكون في زيارات للمدارس بالوقت اللاحق؟ طبعا. هو نحن بعد ما نجمع التبرعات تمام حنحسب قديش عندنا تبرعات، بس الهدف في هدف حاطينه، يعني تقريبا 2500 طفل شام 2000 ان شاء الله يعني بمحافظه دمشق وريفه
وبمحافظة حمص وريفة كمان 2500 شخص. 2500 ب 2500 يعني 5000 طالب. 5000 طالب يعني. إن شاء الله يا رب هالرقم توصل لأكثر يا رب. بين الجمعيات حنستهدف وبين أطفال المدارس إن شاء الله يعني حسب المنطقة المحتاجة. رقم جميل وإن شاء الله مثل ما قلت لك توصلوا لأكثر. وهي يعني دعوة لكل الأشخاص يلي عم يتابعونا إنه خلونا نحن من الأشخاص يلي حتساهم بإنه نحضر هالشنطة الصغيرة ليحملها الطالب ويرجع لمدرسته، لأنه ظروفنا إذا ما ساندنا بعض فيها ما في مين يستدنا. الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية يا رب، وكل الشكر لا. لجهودكم لكل فريق العمل اللي معكم إن كان بالشام أو حمص. طبعا شكرا كثير لك. شكرا يعطيكم كل العافيه. وهلا بدنا ننتقل لمحطتنا الثانيه مجهولين، ويلي هي مشروع لشابه سوريه اختارت الاحجار والاسلاك وغيرهم لتفتتح مشروعها، مشروع لجين دعبول. خلونا سوا نتابعه. هلا انا عم بحاول على طول انه اشمل كل شيء بخص الهاند ميد، من اكسسوارات، من شموع زينه، من شجر زينه، من الخشبيات، كل شيء بيشمل الهاند ميد بحاول اشتغل عليه. كانت هي اول بدايات المشروع هي شك جلايل الطاولات ومفارش الطاولات، من هون بلش المشروع. مثل ما بتعرفي انه هو كان قديم ومع الوقت تطور، مع هيك لهلا هو مطلوب ومرغوب. بلشت برأس مال كثير صغير، يعني حتى المواد اللي اعتمدت عليها كانت كتير بسيطة، بما أن المشروع بس أنا اللي كنت قائمة عليه يعني، فكان كتير رأس المال صغير. بلش المشروع بالحرب بال 2014 تقريبا، واجه كتير يعني مشاكل ببدايته، وبلشت كان مو عن دراسة أبدا يعني، بلشت فيه مو عن دراسة أبدا، مع الوقت بلشت طور فيه واشتغل عليه وبلش ينجح. مع الوقت انتسبت لجمعية الحرفية بدمشق، صرت انتسب لمعرض دمشق الدولي، لمهرجان تشرين، لأي مهرجان بيصير بسوريا صرت يخبروني، حتى لو كان بمحافظات تانية كانوا يخبرونا ونطلع نعمل البازارات هنيك. درست الأدب العربي عن هواية وعن رغبة، بس وقت اجيت على الحياة العملية ما لقيت حالي ابدا بهذا الجو، لقيت حالي بين الاكسسوارات والشموع وهذا الشغل. يعني كل شخص شو وين بيلاقي حاله، شو الميول اللي بتوجه له، يساعد حاله يطور حاله بهيك قصص. اي حدا عنده هوايات او بلش مشروعه بالهاند ميد ينتسب لجمعيه او يشارك، يحاول قد ما كان يشارك بالبازارات لانه كثير بيستفيد منه. كانت ماما إلى كتير فضل بالدعم للمشروع، بالدعم نفسي ودعم معنوي ودعم مادي، يعني كتير ساعدتني بقصص مثل شجر الزينة. يعني أنا بشتغل على أني وصل هذا الشغل وهي القطع الهاند ميد السورية بشكل عام للدول الخارجية، حتى أثبت أنه نحن كسوريين قادرين يكون عندنا اكتفاء ذاتي، وخصوصي نحن كالمرأة السورية يكون عندها قادرة يكون عندها اكتفاء ذاتي. يعني فعن جد انه فيها بيكون شيء مميز، يعني الهاند ميد على طول بيكون فيه شيء مميز. بفصل الصيف تعودنا دائما انه لما ننزل على السوق بتحتار عيوننا بسوريا وين نطلع على الضبط، من كثر ما في اصناف فواكه متنوعه والوان كثيره، فدائما بنطلع هيك انه انا هلا وين بدي اخذ الغذاء، شو الفاكهه اللي لازم هلا اكلها، وشو جاي على بالي فاكهه بهالصيف. وقدين احنا مجدولين متعودين على بائع بنشوفه بفصل الصيف تحديدا اللي هو بياع الصباره. دائما الصبار مثل ما بنسمع عنه بالدراسات العلميه له كثير من الفوائد، فخلونا نتعرف عليهم سوا بهالتقرير. الصبار أو ما يطلق عليه اسم الصبر أو التين الشوكي هو واحد من أنواع الفواكه اللي قشرتها شوكية ولبها أصفر وحلو المذاق وكثير البذور. بيعيش نبات الصبار غالباً بالبيئة الصحراوية وصار بينزرع على حدود المزارع للعمل كسياج. بيحتوي الصبار على مواد غذائية كالسكريات والبروتينات والفيتامينات وبعض الأملاح المعدنية، وجميعها مفيدة لجسم الإنسان. بتكمن فوائد الصبار بالقدرة على هضم المواد الدهنية بالجهاز الهضمي، لذلك بينصح بتناول فواكه الصبار بعد تناول وجبات الدسمة،
بيساعد الصبار على تخليص الجهاز الهضمي من الفضلات الضارة وعسر الهضم والإمساك وتقوية جهاز المناعة من خلال زيادة كريات الدم البيضاء بالدم، وبيساعد كمان بترطيب البشرة وتجديد خلاياها، وبكافح الشيخوخة لأنه بيحتوي على فيتامين A, C و E ومواد مضادة للأكسدة. كما أنه فواكه الصبار بيساعد على تقوية الجهاز العصبي لأنه بيحتوي على فيتامينات ومعادن، إضافة لتخفيض مستوى الكوليسترول بالدم وتنظيم ضغط الدم وتخفيض مستوى السكر في جسم الإنسان. يقال بأنه التنويم الإيحائي هو جعل النائم بحالة عالية من قبول الاقتراحات، فبيعمل هالاقتراحات بإرادة تامة واقتناع داخلي دون أي فرض أو حتى إجبار، وهي حالة ذهنية تعتبر من الهدوء والاسترخاء والإيحاءات. ولكن فئات من المجتمع أو فئات من الأشخاص بتعتبر أنه هو عبارة عن خصعبلات وليس بصحيح. لكن مجدولين، احنا دائما قبل ما نتبنى فكرة لازم نسمع ونبحث عنها لحتى نقدر نعرف موقفنا الحقيقي والصحيح. التنويم الإيحائي هو علم قائم بحد ذاته، رح نعرف اليوم المفاهيم الصحيحة والمفاهيم المغلوطة مع الدكتور مجد علايا المتخصص بالتنويم الإيحائي والعلاج بخط الزمن، صار معنا باستوديو دامسكو. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك ألف عافية يا رب. دكتور، مثل ما قلنا أنه في أي فئة من الأشخاص ما بيعتبروه أنه هو أصلا علم قائم وموجود، فلهي خلينا نعرف منك أكثر شو هو التنويم الإيحائي. هلا هو للأسف الشديد يعني كلمة تنويم إيحائي هي يمكن الناس بتاخذها انه تنويم مغناطيسي، بينما في فرق بين التنويم المغناطيسي والتنويم الإيحائي. يعني التنويم المغناطيسي هو سلب للوعي تماما، يعني ببطل الإنسان يشعر، هو معزول عن العالم الخارجي شو ما صار فيه تأثير. بينما التنويم الإيحائي هو يستخدم حتى طبيا، بمعنى انه هو حالة من الاسترخاء تقودني الى مجاهل العقل الباطن واللاوعي. حلو كتير. يعني دكتور، هل خلط بين هالمفهومين هو ناتج يمكن عن قلة الاطلاع عن أنه الثقافة مانا كتير منتشرة يمكن حتى ببلدنا خلينا نقول؟ فإذا بدنا نأخذ علاقة التنويم الإيحائي مع النوم، يعني كونه هو عم يوصل للعقل الباطن وعم يكون الإنسان بحالة تنويم، اللي احنا كل يوم نتعرض للتنويم الإيحائي على فكرة. يعني حتى أنت لما ممكن تسمعي غنية مثلا فتسترخي فتأثر فيك، فهذا يعتبر تنويم إيحائي. نشرة الأخبار تنويم إيحائي، في بعض المحطات موضوع الموسيقى، الدعايات، الماركتينج. اليوم 90% من الماركتينج يعتمد على شيء اسمه سبليمينال مسج، على الإيحاء، ممكن بالألوان ممكن بالموسيقى. فللأسف شديد مثل ما تفضلتي، نحن من عادة التنويم الإيحائي أو ما نعترف بوجوده بينما يمارس علينا كل يوم. يمكن أول مرة نحن مورس علينا التنويم الإيحائي لما كانت تهزلنا أمنا لتنيمنا. تمام لما كانت تغني لنا لحتى ننام مع حركات الهز. بالضبط لما كان يحكوا لنا حكايه وفجاه لاقي حالنا بنص الحكايه انه نحن نمنا. فالتنويم الإيحائي مورس علينا ويمارس علينا كل يوم، ما شغله جديده. ولكن هو كلمه تنويم او حتى في بعض المصطلحات تهويم هي كلمه مخيفه لدى البعض. يعني انا بيجيني حالات كثير انه بدك تعملي تنويم، لا هو انت فهماني غلط، مو بالضروره تكوني مستلقيه، مو بالضروره تكوني مغمضه، فانا فيني اعمل لك تنويم وانت صحيانه. الغرض من التنويم هو الوصول إلى اللاوعي وليس فقط الاسترخاء أو الانعزال عن العالم الخارجي. تماما. طب خلينا هون ناخذ دكتور مثال نوضح فيه لكل الأشخاص اللي عم يسمعوا بمصطلح التنويم، كونه مثل ما قلت أنه في تخوفات من كلمة تنويم أصلا، لأنه هو كونه نحن عم نحكي بمصطلح فيه فرض تنويم، فمعناته هو عم يستهدف اللاوعي عنا. فمثال من الألف إلى الياء عن مثلا حالة ممكن نستخدم معها التنويم الإيحائي. يعني هحكي لك مثلا الحالة اليوم، يعني هو هي فريش يعني. فالحالة بتعاني من عدم تواصل مع أولادها، مع أطفالها، مع أسرتها. اليوم عملت لها تنويم رغم أن التنويم كان أونلاين يعني. هلا هي عذبتني شوي بس إنه أوكي يعني وصل التنويم. الفكرة شافت حالها بأنه في شخص عم يعاتبها، مين هالشخص؟ هو والدها. فالفكرة هي عدم الحنان من طرف والدها عم تلاقيه بأولادها. طبعا هي ما بتعرف هالشيء، انتبهي، ولكن عم يترجم على سلوكيات. تماما بالضبط، عن طريق التنويم الإيحائي قدرنا نوصل لهالمشكلة، وبالتالي قدرت تعطيها الحنان اللي هي ما أخذته من والدها. التكنيك بيكون عبارة عن أسئلة مطروحة على الشخص. هلا شوفي، نحن بالتنويم الإيحائي بنعتمد على موضوعين. في حال إذا ما كان يمتلك مهارة كافية المنوم فبيعتمد على الموسيقى، على الترددات. في حال كان يمتلك المهارة فبيعتمد على نبرة الصوت. حلو. أنا قادر بنبرة الصوت إنه وصلك لحالة من الاسترخاء، ممكن عن طريقه وصل للمشاكل اللي انت ما بتعرفيها بذاتك. تمام. طب دكتور، بالنسبه لاستخدام التنويم الايحائي بالعلاجات، هو بالدرجه الاولى عم بيكون بالطب النفسي مثل ما نحن هيك يعني خلينا نقول بلا وعينا هذا الشيء متعارف عليه، ولا لا يستخدم ايضا بحالات طبيه اخرى؟ هلا في اطباء نفسيين كثير بيستعينوا فيه كاداه
للعلاج. وفي اطباء نفسيين يعني بالنسبه لهم لا بعطيك حبه دواء يمكن تنيمك احسن ما انه يستعين بموضوع التنويم الايحائي. تمام. هو استخدم بعلاجات اخرى. انا كثير بعرف اطباء نفسيين بالفعل هن امتلكوا مهاره التنويم الايحائي واستطاعوا العلاج يعني بكم اقل من الادويه. طيب دكتور خلينا معناته هون نسال متى يستخدم التنويم الايحائي للاشخاص؟ هلا لما بيكون في ضغوط، ممكن ضغوط عمل، ممكن ضغوط اجتماعيه، هي نحن المينيموم الحالات الاكثر حالات اللي ممكن تجي لعنا. ممكن مشاكل صحيه، انتبهي اليوم لما انت بيكون عندك كبت او بيكون عندك شيء من عدم التعبير عن الذات، فابسط شيء ممكن تصابي لا سمح الله مثلا القصور بالغده الدرقيه. هذا بالتنويم الايحائي السبب الاساسي تبعه انه في عندك كثير امور بدك تحكي بس مالك قدرانه، فيمكن علاج عن طريق التنويم الايحائي. ايضا حاله اخرى، انت عندك مثلا مشكله من 20 سنه انتبهي ما قدرانه تحليها، وهي عم تؤدي على عدم الارتباط او عدم مثلا العمل في اماكن معينه. نحن لما بيتم عمليه التنويم بنعرف انه انت من 20 سنه تعرضتي لمشكله لارساء، تمام، اثر عليك بقيه العمر. فنحن بنتعامل مع الانسان كانه عم يتعامل مع كمبيوتر، يعني كل انسان في عنده فولدرات، في عنده مجلدات. انا عن طريق التنويم الايحائي ممكن فوت لفولدر الطفوله واعرف انه انت شو المشاكل عندك بالطفوله ادت للمشاكل بالكبر. يعني فينا هون 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 خطر لي سؤال، انا وسبا عم نسمع بالمعلومات وهيك عم نسترجع ندردش فيهم يعني. ايه ونسترجع الافكار اللي نحن ممكن نكون قارين عنها. هل يدخل التنويم الايحائي بموضوع انه لازم يكون الشخص يلي بينوم ايحائيا يكون شخص معالج نفسي بالاساس؟ لا لا ما بالضروره، مو شرط. لا 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 ولكن احنا في اليوم حبيت نوه هذا الموضوع انه التنويم الايحائي اليوم لما بنحكي فيه بشكل علمي وموثق عالميا ودوليا، ففي جهه هي الليبتا تماما، هي عباره عن اتحاد دولي للبرمجه اللغويه العصبيه. فهل العلم هذا يدرس ضمن منهاج معين علمي تحت اشرافه، ففي له معايير معينه. مو اي شخص يعني، عفوا انا بعرف اشخاص هن اصدقاء لي ولكن ضمن دفعتي ما استطاعوا انه يكملوا بالتنويم الايحائي لانه صوتهم ما ساعدهم بموضوع التنويم. تمام. فليس اي شخص ممكن يكون مؤهل. حلو. يعني هلا نحن لحد الان وصلنا لمحل انه التنويم الايحائي مثل تكنيك عم يوصل المريض ليتصالح مع ذاته يمكن. تماما. فكثير بنشوف نحن اللي تعودنا نشوفه مثل ما كنا عم ندردش قبل شوي دكتور التنويم المغناطيسي بنسمع فيه كثير، فشو هو وجه التشابه والاختلاف بينه وبين التنويم الايحائي؟ اول شيء نعرف منين اجى التنويم المغناطيسي كلفظ. تمام. هلا تقريبا عام 1890 شوفي من ايمت كان في حدا اسمه فرانس ميسمر، فكان مساوي وعاء مثل البانيو ففيه قضبان مغناطيسيه، فكانت الناس لما بتجي بتستلقي بهالوعاء مع الماء محيطين فيها المغناطيس فهو يشفى، يعني عنده مشاكل يطلع مرتاح. ولكن اكتشفوا بعدين انه هي شغله نفسيه اكثر منها العلاقه بالمغناطيس. فكان يطلق بهذاك الوقت على هالعلاج هذا اسمه التنويم المغناطيسي. انتبهي شوفي من ايمت التنويم المغناطيسي. بعدين اجى حدا اسمه جيمس برايد فلا ما في شيء اسمه تنويم مغناطيسي، التنويم المغناطيسي هو فقط شو عرض على المسرح مثل ما بتشوفوه. حابب انوه لموضوع التنويم المغناطيسي هو يستخدم ولكن بشكل للاسف عم يكون سلبي. يعني التنويم المغناطيسي انا لما بعمله للشخص هيك فما بيشعر، بين التنويم الايحائي بمجرد اللمس فبيشعر انه في حدا لمسه. اذا التنويم المغناطيسي هو سلب للوعي، يعني بتبطلي تشعري لا سمع ولا حتى نظر ولا حتى احساس. تماما. طب معناتها هون دكتور شو بيفرق عن التنويم الايحائي عن حاله التفريغ بالعلاج النفسي؟ يعني لما بيكون صاير معي ازمه او ضغط نفسي معين انا بروح لعند معالج نفسي بحكي له الاحداثيات اللي صايره معي. انت عم تحكي لي بوعي. تمام. صح؟ انت نفسك هلا عم تحكي لي مشكله هي صارت معي. اوكي. ولكن ثقي تماما. تحت تاثير التنويم الايحائي حتحكي لي المشكله بشكل اخر تماما. بالضبط. هذا هو بسيط. الفصل لما الرئيسي. بتكوني شخص مرتاحتي له كصديقه بتحكي له مثل ما بتحكي لحدا خلينا نقول من العائله. تماما. طبعا هي عم نحكي مثال بسيط. تمام. طب دكتور اذا بدنا نقول اكثر شيء مغلوط وشائع عن التنويم الايحائي بتحب هيك يعني توضحه للمتابعين لحتى ما يوقعوا بهذا الغلط. التنويم الايحائي ليس من الضروره انه الانسان تحت تاثير التنويم الايحائي يحكي كل شيء خاص. يعني اليوم انت اجيتي لعندي الغرض من التنويم الايحائي انه احل لك المشكله العلاقه خليني اقول بالبيت بالمنزل مع طرف من الاطراف، بيجي انا بتطرق لحياتك الشخصيه بامور اخرى فانت هون حتصحي. ما انا نحن عم نحكي بموضوع وهي حلاوه التنويم الايحائي، نحن عم نحكي فيما يخص المشكله. فالناس عندها فكره انه هلا انا تحت تاثير التنويم الايحائي فبحكي كل شيء.
وما في حدا منا ما عنده امور شخصيه بينخاف من خرق الخصوصيه. لا 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 تمام. فهذا مفهوم خاطئ. والتنويم الايحائي برجع وبقول لك هو الانسان بيسمع وقادر انه يتحرك ولكن بنسبه اقل ما يكون من نسبه الوعي. تماما. طب قبل شوي دكتور كنت عم تقول على موضوع انه مو شرط يستخدم بس للاسترخاء وغيرهم وبحسب الادوات، وايضا خامه الصوت ممكن تعرقل انه الشخص يكون شخص معالج بالتنويم الايحائي. فخبرنا عن ابرز مقومات الشخص اللي ممكن يكون معالج بالتنويم الايحائي. اول شيء يكون مثل ما حكينا بالبدايه نبره الصوت. في كلمات معينه، في عنا شخص اسمه ميلتون إريكسون هو احد رواد، في عنا اللغه ميلتونيه اللي هي تعتمد في بعض العبارات هي العلاقة بالتنويم الإيحائي. هي واحد. اثنين، موضوع أنه يكون عنده القدرة مو بس أنه نيمك. يعني أعرف أشخاص نيموا أشخاص تصلوا فيه طب شلون بدي يصحي. فالفكرة أنه مو بس ينيم، لأنه هي نيمه ما عاد يقدر يصحي. تماماً تماماً. كمان بده يعرف يصحي لأنه هو عم يأخذه لمكان بده يكون، فهو بده يكون سيناريست، يعني بده يكون عنده سيناريو وين أخده لوين أخده شو سوى شو عمل ويرجعه. اثنين. ثلاثة، يجب أن يكون مؤهل من جهة علمية، لأنه بصراحة نحن عم نتعامل اليوم مع إنسان وليس مع آلة، فممكن بعض أخطاء التنويم الإيحائي ممكن يعني إلى أشياء من السلبية كتير. هون بيستوقفني فضولي أني أسألك على حالات ممكن يكون جاي لعندك بإرادتها لحتى مثلا تفرغ أو تحكي الشيء اللي عنده ويصير مع حالة التنويم الإيحائي، ولكن هي داخليا رافضة الحالة. هلأ بيكون في منهم عندهم في مقاومة إيه تماما، بس بمجرد ما دخل فهون يعني ممكن بناء الألفة هو شيء من التنويم الإيحائي. يعني نحن أي شيء ممنوع مرغوب تعرفي. تماماً. فإنه والله يطلع هيك إنه هلأ بدي ينيمني في شو بدي أحكي، لا مفروض يكون في ألفة، مفروض يكون في خطوات وإلى آخره. نحن هلأ فقط عم نحكي عن التنويم الإيحائي، ما حكينا عن شيء اسمه علاج بخط الزمن. تمام. تايم لاين ثيرابي TLT. هذا لوحده تخصص. يعني أنت اليوم لما كان عمرك 40 يوم وأنت في جنين لحد اللحظة كل شيء صار معك هو مسجل بالساب كونشس العقل الباطن. فالعلاج بالتنويم الإيحائي بتيجي لعندي بتقلي لي أنا بدي أنسى كل شيء صار بال 2003 تحديداً، بتقلي لي الشهر الثالث تحديداً، بتقلي لي يعني أول أسبوع من فترة كذا لكذا. فعن طريق العلاج بخط الزمن أنا قادر أنه شلك المشاعر المرتبطة بذلك الحدث. تمام. يعني شخص أنت مزعوجة منه لسبب أو لآخر، فكل ما تجتمعي أو تيجي سيرته فبتتوتري. تماماً. اليوم عن طريق التنويم الإيحائي أنا قادر أنه شيل المشاعر المرتبطة بهذا الشخص. يعني ممكن تجي عينك بعينه خير إن شاء الله في شيء. حلو حلو. يعني هي مجدولين النكتة نقولها دائما أنه خلص حطيهم على فلاش ميموري وإنسيون، فالتنويم الإيحائي قادر يحقق هالشيء. تماماً. لأنه لحنا قد ما حاولنا نكون ذاتياً فبنضل عم دائرة مغلقة، يعني ما عم يصير فيه تفريغ. تمام. كل الشكر لك دكتور، يعني العفو. فعلا هي معلومات حلوة وقيمة، والتصالح مع الذات دائما لما بيكون يعني بيحقق راحة كبيرة، ما بالك إذا كان تحت إشراف أطباء وجهة موثوقة، أكيد يعني بيكون أفضل وبيكون بيحقق نتائج مرجوة منه أكثر. صحيح صحيح. شكرا كثير لك دكتور، وفعلا صار عنا فضول أكثر نعرف كيف ممكن نتنوم وهيك نسترخي ونطلع من حالنا الشحنات السالبة اللي ممكن تكون جواتنا. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا. أما هلا مشاهدينا صار وقت نروح لحتى نشوف شو في عنا عصير ممكن نشربه هذا الأسبوع ويكون فعلا غني بالفيتامينات، وخصوصي بالوقت اللي نحن فيه ما ننسى أن لساتها كورونا موجودة. خلونا نروح نتغذى سوا. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم محل توتي فروتي للعصائر. رح نعمل اليوم عصير كمان رح يكون يعني بنحاول نخلي أغلب العصائر تكون غنية بالفيتامين سي مثل البرتقال الكيوي الفريز، لو بزبطوا خلطة مع بعض ورح نبلش فيها. العصير صار جاهز اللي هو عبارة عن الفريز مع البردقان مع الكيوي، كتير غني بالفيتامين سي، وإذا بتحبوا تجربوا أي ميكس تاني من العصير تفضلوا عنا محل توتي فروتي جاهزين. وأهلا وسهلا.
حالة جلدية منشوفها كتير إنه الأشعار تكون عم تنمو باتجاه الداخل بالجلد محل ما تطلع على سطح الجلد. هاي حنحكي عنها اليوم مجدولين. طبعا هي حالة كتير مزعجة إنه نلاقي بالرغم من إزالة الشعر إلا إنه الشعرة لازالت عم تنمو تحت الجلد، فلهيك كونها مزعجة كتير هي المشكلة. هروح لعند عيادة الدكتورة نوار العنيد لحتى نشوف شو الحل وشو السبب. منتابع. هاي المشكلة نحن بنسميها التهاب أجربة شعرية كاذب. ليش كاذب؟ لأنه هو ما نوع التهاب، يعني هو لا فيه جرثوم ولا فيه فيروس ولا فيه فطريات، وإنما هو عبارة عن هذا جراب الشعرة فيه مشكلة بتنظيم آلية التقرن، يعني هذا جراب الشعرة عم بيسكر على الشعرة بدل ما تطلع بشكل طبيعي فوق سطح الجلد، هي عم تبقى مطمورة ضمن الجلد. مشان هيك سميناها التهاب أجربة شعرية كاذب. العلاج بيعتمد حسب شدة الحالة، يعني ممكن صبية تجينا شعرات متفرقة بتكون عم بتعاني من هالقصة. كمان هي القصة واردة أو هي المشكلة واردة عند الشباب بمنطقة اللحية، بتلاقي الشعر بيلف وبيعمل تحت الجلد وبيعمل حبوب مزعجة كتير بتكون للشب. العلاج أحياناً بنلجأ لمعالجات موضعية إذا كانت الحالة بسيطة أو خفيفة، مواد بتحل هالتقرن هذا البسيط بالجريبات الشعرية مثل اليوريا أو ساليسيليك أسيد، هي محاليل أو بخاخات ممكن تكون على منطقة اللحية أو كريمات تطبيقها تواتر تطبيقها كمان حسب شدة الحالة وحسب المنطقة الموجود فيها هاي المشكلة. بالنسبة للحالات الشديدة لما تكون الصبية عندها مثلا برجليها بالساقين بالفخذين أو على إيديها المناطق المكشوفة، يعني الصبايا بحبوا يروحوا على البحر يتشمسوا، بحبوا يكون الجلد ثقيل لامع، كثير بيكونوا حريصين على هالقصة. هاي بتكون هاي الشغلة غير إنها هي شغلة إنه ممكن تكون حكة أو مزعجة أو هيك، بتكون جمالياً كتير بشعة، يعني بتلاقي جلد كلياته محبحب منقول. فبهالحالة ما في حل غير إنه نحنا نعمل ليزر إزالة شعر. ليزر إزالة الشعر هو كيف بيحل القصة؟ بيحل القصة إنه هو بيقضي على هاي الشعرة اللي هي مصدر إنه هي الالتهاب، يعني أول شيء ببلش عنا إنه هاي الشعرة ما عم تقدر تطلع لبرا لأنه مسكر عليها الفتحة على الجلد، فنحن مجرد ما حرقنا هالشعرة خلص لغينا السبب اللي هو ممكن يصير من وراه الالتهاب بجلد اللي هو الشعرة. فالحال نحن نعمل ليزر إزالة شعر في حال كانت مساحة الإصابة واسعة. العديد من النساء بيعانوا من اضطرابات هرمونية ناتجة عن خلل بتوازن الهرمونات بأجسادهم، هذا الشيء بيؤدي لأعراض ناتجة عن اضطرابات فيزيولوجية. أيضاً كثير من المشاكل اللي ممكن تصيب أجهزة أجسامهم المختلفة تأثر على يوميات حياتهم وحتى على مزاجهم مجدولين. وطبعاً لما بنحكي عن المزاج دائماً كل المجتمع بيقول المرأة كائن مزاجي، ولكن في أسباب لتقلب مزاجيتها أصلاً. خلل الهرمونات أسبابه والأعراض اللي ممكن تظهر علينا، كل هذا وأكثر حنحكي فيه بمحطتنا الأخيرة مع الدكتور شادي خلوف اختصاصي امراض نسائيه وايضا معالجه عقم. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. هلا اهلا فيك دكتور. أهلا فيك. يعني بدايه اذا نحن هيك بدنا نعطي لمحه او فكره عن انه شو معنى يكون سيده عندها خلل هرموني وهي طبعا ضمن سن النشاط التناسلي. هلا نحن اضطراب الهرمونات هو السبب الاشياء اللي بيخلي السيدات سواء متزوجات ام يعني غير متزوجات يراجعوا العياده النسائيه. هو الشيء اللي بيقلقهم، لانه هو الحقيقه مثل ما تفضلتوا أهم عرض بصير هو اضطراب المزاج، بالإضافة للشيء الآخر اللي هو اضطراب الدورة الطمسية اللي كمان ممكن يخربط الحياة هي السيدة. يعني سيدة متزوجة عاملة وهي عاملة بنفس الوقت، مذيعة مثل حضراتكم، بتعمل بأي مجال إداري آخر، مرتبة أمور إجازتها بوقت محدد لأنه بدها تروح مع العيلة على البحر مثلا، صار في اضطراب بالدوره. هذا الشيء ممكن اولا يعني ينزع مزاج هي السيده وممكن ينزع عليها الاجازه، وبالتالي هذا الاضطراب له يعني دور يومي بحياه هي السيده. وبالتالي كل ما كان مستوى الهرمونات مضبوط اكثر، منظم ومنتظم اكثر، كل ما بتكون هي الحياه يعني مثاليه اكثر، والسيده بتبقى عايشه باقل ازعاج ممكن ناتج عن وجود الدوره الطمسيه. باوروبا مثلا في كثير صبايا من وقت ما بيبلغوا، يعني خلينا نقول بسن ال 15 16 17 بياخذوا حب مانع لانه متواصل، لانه ما بدهم تجيهم الدوره حتى ما يصير هذا الاضطراب. هلا احنا ما عم نقول انه هذا الشيء مزبوط، ولكن فينا نعرف عن هذا الشيء قديش هو ما هذا الاضطراب ممكن يكون مؤثر على السيده. لذلك لازم نسعى لانه ما يكون في اضطرابات،
لأنه يكون الهرمونات مستقرة، نعرف الدورة قديش منتظمة عم تجي بوقت محدد، فيها تبرمج سيدة حياتها على هذا الوقت، عملها على هذا الوقت، إجازتها على هذا الوقت، وبالتالي كنت تمشي الحياة بشكل مثالي. تمام. طب دكتور، قبل ما نعرف كيف ممكن نحن نضبط هرموناتنا كنساء، خلينا نعرف شو سبب خلل الهرمونات. هلا الأسباب متعددة كتير، من أسباب نحن ما بنعرفها، يعني فجأة الدورة كانت تجي مرة كل 28 يوم صارت تجي مرتين بالشهر أو مرة كل شهرين. بنعمل بتراجعنا السيدة، بنعمل إيكو ما بنلاقي شيء، الرحم طبيعي، ما في أكياس على المبيض، ما في كيسة مبيض، ما في ألياف، وبالتالي هذا دغري بنروح على السبب هو خلل هرموني. هلا ممكن الموضوع النفسي يلعب دور، وهذا موضوع النفسي وخاصة بالعشر سنوات الأزمة السورية صحيح. كان هو عامل أساسي بالموضوع. نحن يمكن في ناس فكروا أنه أي شيء ما بنعرفه بنحطه على الموضوع النفسي، اللي هو يعني شماعة أي شيء نحن ما عنا، بس ما عنا يعني سبب واضح له. ولكن للحقيقة بالموضوع الهرموني التوازن النفسي هو أهم عامل بيؤدي إلى التوازن الهرموني، وبالتالي أي وقت نفسية هاي السيدة غير منضبطة غير مضبوطة هو رح فورا ينعكس، هو المراية، يعني هو العار هو مراية. أول سبب ممكن يؤدي لخلل الهرمونات. التوازن النفسي هو أهم شيء، هو أهم شيء بالأسباب اللي إحنا ما بنكون عم نعرف شيء. هلا لما بنشوف في مبيض بتعدد كيسات بنكون عرفنا، في ارتفاع هرمون برولاكتين بنكون عرفنا، في اقتراب من سن الحكمة اللي ما عاد اسمه سن اليأس بنكون عرفنا، في حمل صار في حمل بنكون عرفنا، في ولادة قريبة بنكون عرفنا. أما ما في ولا شيء من هدول، في اضطراب نفسي، في حالة لا سمح الله وفاة، في فحص قريب، في شغل جديد، في زواج قريب، كله هذا حالات وتوتر يمكن حتى. طبعا هذا كله ضمن إطار التوتر النفسي رح يكون مرايته هو الاضطراب الهرموني. تماما. حلو. طب هلا بدنا نسال على شيء ثاني، لانه دكتور يعني عم نحكي انا ومجدولين تحت الهواء انه كثير في اسباب بيشرحوها لبعضهم الناس وتداولوها ويمكن حتى خلص صدقوا فيها انه هي فعلا بتخلي الهرمونات تضطرب، ولكن بدنا نسمع راي الطب بالغذاء مثلا، هل هو فعلا بياثر؟ هلا مثل ما حكينا عن الموضوع النفسي اللي هو احيانا بيكون شماعه، صرنا عم نحكي عن الغذاء، يعني صار سمعه الغذاء سلبيه مثل ما سمعه العامل النفسي، بس الحقيقه يعني هي ملاحظات يعني انا يعني والاطباء زملائنا انه بالفتره الاخيره بعد ما صار الغذاء ما عاد نضيف مثل ما كان لازم، والتلوث وصل للغذاء اللي نحن عم ناكله، سواء من زراعته للحصاد تبعه لتخزينه، كله هذا عم يكون مؤثر. يعني نحن لما عم نحكي انه صار فينا نحن كجيل ناكل اي شيء باي وقت كان، فنحن ما عاد عم نعرف هذا كيف مخزن، وهل هالتخزين هل طريقة التفريز هي طريقة منيحة؟ في كتير دراسات بالموضوع، هل هذا عم يأثر على أجسامنا؟ يمكن يمكن نحن كذكور ما يبين معنا اليوم، يبين معنا على الكهولة، بس الأبعاد. على السيدات اللي هن الموضوع الهرموني عندهم يعني علامة دغري بتعطيهم، يعني هو مؤشر. منبه دغري بيرن جرس الهرمون عندهم، فممكن يكون مؤشر. تناول الأطعمة اللي هي فيها مواد حافظة كتير كله صار وارد. نحن إذا عم نحكي عن من 50 سنة هذا كله ما كان موجود. صحيح. نسأل هلأ جداتنا، نسأل أمهاتنا، ملاقي إنه ما كان عندهم. هني بيستغربوا إنه ليش بناتهم بيضلوا رايحين جايين على الدكاترة بهذا السبب بالوقت اللي هني هذا ما كان موجود. أكيد الغذاء أو خلينا نقول التلوث بعدة أنواعه، من الضجيج للتلوث البيئي للهواء للغذاء، هو له دور مؤثر. أساسي بالموضوع طبعاً. للتلوث النفسي طبعاً. طب دكتور خلينا نحكي عن أبرز الهرمونات اللي تعتبر أكثر عرضة للخلل بجسم المرأة. هلأ اللي أكثر شيء هلأ عم نشوفه مشان يكون كلام قريب من الواقع وما يكون كلام نظري فقط، هو الأندروجين، يعني اللي هو الهرمون الذكري، اللي لما عم ترتفع نسبته، لأنه نحن دائماً بنشرح له للصبايا أنه أنا يعني الذكر والأنثى عندهم نفس أنواع الهرمونات ولكن بنسب مختلفة. تماما. وبالتالي الأندروجين أنا موجود عندي بنسبة عالية، عند الصبية بنسبة منخفضة جدا. لما بيعلى كتير فهذا رح يعمل حالة ذكورية، يعني رح يعمل شعرانية، رح يعمل بدانة، رح يعمل شكل جسم مختلف، رح يعمل اضطراب طمسي، وبالتالي الدورة ما بقى تجي. وهذا الشيء رح يكون انعكاسه واضح، يعني بنصير بنشوف لما احيانا من وقت ما تفوت الصبيه ونحن ما بنكون عندنا معرفه سابقه فيها، نتوقع انه هي اللي جايه من الشعرانيه مثلا، انه هي جايه من البدانه اللي عندها، شكل الاجاصه اللي بيكون الجسم عليه. وبالتالي الاندروجين هو اكثر هرمون اذا اضطرب مزعج مؤذي، اعراضه بتبقى واضحه. البرولاكتين اذا اضطرب ازعاجه بانه الدوره ما بقى بتجي، اذا ارتفع
بس ما بيبين شكلا. الاستروجين والبروجسترون كذلك ممكن الدورة ما بقى تجي أو تجي بشكل مرتين بالشهر، بس ما رح تعمل مشكلة بالشكل تبع السيدة اللي هو أكثر شيء بيكونوا الصبايا أو السيدات مزعوجين منه. أنا بحياته ما طلع لي شعرة، ما طلع لي حبة، هلأ صار لي شهرين ثلاثة عم عاني كثير من هذا الموضوع. وهون دكتور السبب ذاته اللي حكيته قبل شوي، العوامل النفسية، ممكن يكون الغذاء وما تبقى من التغيرات. هلأ هو برافو عليك، هلأ هو حلقة مفرغة بتصير. تمام. يعني كان غذاء سيء، صار في مبيض تعدد كيسات، ما بيتعدك ساعة عمل بداني. تمام. البدانة زادت الأندروجين، الأندروجين زال وهكذا. تمام. وبالتالي إحنا كسر هاي الحلقة، وأنا بقول لهم دائما الموضوع ما له دوائي فقط. تمام. لما أنا بدي أعالج هدول المرضى لازم يكون في حمية جيدة على أنه نعتمد على، نرجع للطبيعة بالأكل، نعتمد على الخضرة أكثر، على الفواكه أكثر واللي هي بموسمها وليس مع المواد الحافظة. معلش هون بدي أسأل على فكرة، أنه هل المنتجات الحيوانية هي ممكن تأثر على الهرمونات اللي عند النساء أكثر؟ يعني مثلا بيض، دجاج، لحم إلى آخره. لا هلا هون هذا نفس الشيء عم نحكي عنه، يعني لما عم بحكي عن لحم أحمر أنا عم باكله بشكل فريش. تمام. بالغالب ما في مشكله. هلا لما عم روح على الدجاج اللي هو من مجنة، في احيان شكوك بانه شو عم ياخذ، شو عم ياكل، شو العلف الطبيعي المطبيعي، كل هذا يمكن يكون مؤثر، عم يحقن شيء عند بعض الناس اللي عم يدخلوا بموضوع الغش، كله هذا ممكن يكون مزعج. خلينا نروح على الاكل المضمون يلي هو اكل ستي وستك، يعني هو اكل مكفول، هو كل وقت انا هذا شو الوقت موجود فيه بشكل عادي منتجات أنا بستهلكها. بدنا نمشي، بدنا نحرك، نحن كمان جيل ما عاد كثير عم يحرك، فكمان هذا الشيء لازم نعتمد عليه. صحيح. بالإضافة للدواء، فهن يعني خلينا نقول هو ثلاثي المحاور العلاج، مو بس أنا أخذ دواء وأكتفي. أكيد. يعني دكتور الحديث بيطول وما بيخلص، حتى التساؤلات والاستفسارات، ولكن هيك بالدقيقة الأخيرة اللي تبقت معنا اليوم حابين بس نصلح مفهوم، هل اضطراب الهرمونات هو بيأثر على ظهور أكياس المبايض أو العكس صحيح؟ أكيد اضطراب الهرمونات هو أهم سبب لأكياس المبيض، يعني ما رح تطلع أكياس المبيض لحالة وهي مع هرمونات سليمة. لا طبعاً، هو أكيد صار في اضطراب هرموني محدد، ارتفع فيه هرمون أندروجين، ما عاد في إباضة، ضلوا الأكياس بحجم، هني ما أكياس، حتى هني كياسات. صحيح. صغيرة، لأنه في ناس فكروا أكياس فهيكونوا كبيرة الحجم، فهني السبب الحقيقة هو اضطراب الهرمونات. لذلك أي وقت بصير في اضطراب بشكل الدورة وبزمنها لازم ينسأل، نراجع الطبيب ولو على التليفون لنفهم انه هذا الشيء بحاجه تدخل او علاج ولا لا، حتى ما نهمل الموضوع. وهون المبيض متعدد الكيسات نفس المبدا ولا لا؟ هون هو اللي بيأثر على لا لا هو نفسه، يعني انا عندي اضطراب هرموني، ارتفع الاستروجين طلع لي كيسه مبيض كبيره او ليف، ارتفع الاندروجين صار مبيض تعدد كيسات، فبالتالي ما نخلط بيناتهم، بس بالنتيجه هو البداية هرمونية. صحيح. بدنا نشكرك. شكر دكتور. دائما النساء عندهم أسئلة متنوعة وكثيرة وما بتخلص طبعا، وحضرتك أكثر دراية وعلم فيها. شكرا جزيلا. إن شاء الله بالحلقات الجاية حنتناول مواضيع أكثر وأكثر. شكرا جزيلا. كل الشكر لك دكتور. شكرا. يعطيك ألف عافية. شكرا. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني دائما نحن مجدولين حتى بنفكر بنفس الأفكار. صحيح. ونحكي بنفس التوقيت. وهلا مشاهدينا سعد دامسكو وصلت لنهايتها، بنتمنى إنه من خلالها نكون يعني حاولنا هيك شوي نجاوب على استفسارات الجميع وخاصة السيد بالنسبة للمواضيع اللي طرحناها بحلقة اليوم. أما هلأ صار الوقت لحتى نودعكم ونلقاكم بحلقة جديدة إن شاء الله بكل الخير والمحبة. من هون لوقتها أضلوا بكل الخير. باي باي باي.